السلام عليكم، جينا لكم بفلوج جديد. فكرة فلوج النهاردة هتبقى اسمه هيبقى تحدي الطعم، وهيبقى في عقاب وخيلة كده، وخليكم معانا. العقاب يا جماعة يبقى ليمونة. هو أصلا عبارة الفيديو عبارة عن نجيب شيبسي وكده اهوت، هنجيب شيبسي ونشوف الطعم، واحنا نغمى عننا بديت اللسة اللي انا لسه ديت، ولو احنا عرفنا الطعم يبقى خلاص اتحسبت لنا، لو ما عرفناش شيء يبقى خلاص دي جزاء. دلوقتي يا جماعه غميني عشان ادوق الطعم، احط لك كتير ماشي عشان جعان. شغل الشغل هيشتغل لهم شغل. عينك محترم بس دمك. بس يلا يا عم دمك كام؟ 7 جد. انت ما قلتليش فيها طعم تاني. لا ما انا خليهم فجأة. الطعم الغريب دي وجبي يا عم اتحور بقى، انا عارف انت شكلك ما تغديتش. فراق ما ايه ده بقى؟ انت لسه كمان طعم، كل واحد طعمان اتنين. لا يا بقى طعم واحد طعمان اتنين. لا طعم والله طعم واحد. لا ده هم اربعة. معلش معروف. طماطم يا اسطى. لا فلفل حلو. فلفل حلو. دلوقتي يا جماعه خد الثلاث شيبسيات وهدوقهم. شوف على انا عامل الناس عشان تحور عليا هيقول لي نفسي بقى وهموت ويلحقوني وموتوني يلا هاكل ازاي بقى؟ متقلقش احنا معانا يلا هات يا بس هات لي الفكرة فكرة شطة. إجابة. احنا دلوقتي يا جماعه
بعدها هقدر اروح اجيب كيس لسه ما نعرفش هو كيس ايه ولسه ما جاء. احنا نستنظر بفارغ الصبر واغمى عيني. هو ده اللي هيخلينا بقى يلا وصل وصل الحمد لله وصل وصل الراعي الرسمي لمهرجان النهارده هو اللي هيخلينا ماشي يلا بقى. جبنه متبله 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 صل صل لمونه طب اشرها لي يابا لا بديها ببركه بدنا ناكلها ببركتها ايه مشيت ببركتها دي ما بشريها يابا بشريها انا بشريها لا يابا لا واحنا جبناها لك من هي بقى اللي بيبقى طعمها جامد بقى اللي هي بالسم منقينها من على الارض الفرقه بتاع السم فرد خلاص يا عم صو ده انت لسه قدامك مواه ارعش بترعش كل حلاوة عندها تمت لنا الأوضة ايش حبيبي احمد والله والله احمد انت صعبان عليا يلا حبيبي انا بحبك او كفايه لك كده بقى يا عم كفايه يا جدعان على كده يا جماعه انا عطلت عنه كده تنهي الفيديو استنى الفيديو جاي افخم منه سلام